أنا الآن في جبهة ميدي، هنا حيث يحتفل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بانتصارات أبناء تعز. إطلاق للأعيرة النارية ورقصات على ألغام الأناشيد الوطنية ابتهاجا بهذه المناسبة. معنا الآن أحد القيادات الميدانية ليطلعنا على ما يمثله انتصارات تعز لأبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني هنا في جبهتي حرض وميدي. نعبر عن شعورنا في الميادين القتالية، عن الانتصارات العظيمة الذي حملت راية النصر في ميادين القتال في تعز، ونحن نقول لهم بأن نحن صامدون وثابتون وقادمون بإذن الله يا صنعاء. هل تتوقعون أن تعقب انتصارات تعز والمنجزات التي تحققت في تعز انتصارات أخرى على في هذه الجبهة أو في الجبهات الأخرى؟ نعم، نحن يعني متوقعين للانتصارات ان شاء الله من عندنا ومن اخواننا في تعز. ومعنا الان احد المقاتلين ليطلعنا على شعوره بانتصارات تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعز تلك التي ظلت تعاني من الحصار، انتصارها يمثل انتصار للبلاد بالكامل، وفرحتنا من فرحتهم وقلوبنا كانت معهم، وبإذن الله أننا سنحقق النصر الكبير عندما نحرر جميع أرجاء الوطن من هذا الطغيان وهذا الطاغوت الذي ظل يعبث في الوطن أكثر من عام، وبإذن الله سيندحر وسيندحرون كل أولئك الخونة الذين باعوا أنفسهم للطاغوت إيران الشيطان الأكبر الذي ظل يعبث بالمنطقة، وبإذن الله سندخل صنعاء وسنحرر صعدة بإذن الواحد الأحد. وشكرا. الله أكبر. الله أكبر. هكذا أعزائي المشاهدين يحتفل أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في جبهتي حرض وميدي بانتصارات أبناء تعز، متطلعين وعازمين على تحقيق انتصارات أخرى هنا في القريب العاجل. علي جعبور، قناة بلقيس، ميدي.